سلام صديقتي، ان شاء الله دائما القاكم في تمام الصحه. جبت لكم موديلات اكثر من رائعه من جديد، جلابه صيفيه بحله اكثر من رائعه بالوان صيفيه بتطريزات، ايضا بزواق المعلم، براندة بقطعه واحده وبقطعتين. غادي نشوفوا هادشي كامل في الفيديو ديال اليوم. كنتمنى انه يعجبكم وتستوحوا الاطلاله ديالكم المستقبليه من خلال هاد الروائع. غادي ندوزوا صديقتي نكتشفوا المجموعه ديال اليوم. غادي نبداو المجموعه ديال اليوم بجلابه بقطعتين بواحد المزيج ديال الالوان اللي اكثر من رائع كما كتلاحظوا معايا بالخدمه ديال المعلم. جلابه انيقه فخمه راقيه بالوان صيفيه. غادي نبقاو دائما في سواق المعلم. هذه المره عندنا ايضا واحد المزيج اللي اكثر من رائع، فمن خلال هذه الفيديوهات غادي تلاحظوا واحد المزيج ديال الالوان اللي اكثر من رائع. فدائما كنحيروا في المزيج اللي غادي نديروا في الالوان، فمن خلال هذه الفيديوهات اللي كنقترح لكم غادي تشوفوا موديلات اكثر من رائعه. فكما كتلاحظوا القميص مطرز والجلابه مخدومه بسواق المعلم، قطعه متميزه فخمه. دائما مع المزيج ديال الالوان اللي اكثر من رائع من خلال هذه المجموعه ديال اليوم، موديلات انيقه جدا، كنتمنى انها تعجبكم. موديلات راقيه جدا، مزيج رائع ديال الالوان، دائما زوق المعلم. والقميص اللي كيجي مخدوم براندة في الصدر وفي الكمام. ايضا صديقتي هذا الموديل بالوان صيفيه رائعه بخدمه ديال المعلم اللي اكثر من رائعه، زواقه انيقه، مزيج ديال الالوان صيفي فخم. كما كتلاحظوا القميص كيجي خفيف لتيليق الفصل الصيف، جلابه بقطعتين اللي خفيفه وغادي ندوزو الموديل مختلف. هاد المره داخل فيه خديمه اللي راقيه جدا كما كتلاحظوا، كتجي في القميص في الكمام وفي الكول بوان دو كوا، وايضا زواق المعلم في الجلابه. قطعه خفيفه لفصل الصيف، نفس الموديل غادي نشوفوه على شكل وريضات اللي رائعين. هاد المره جايه بطريزه ديال الرباطي رائعه، جلابه في اللون الاسود بالخدمه ديال المعلم. ومن جلابه بقطعتين غادي ندوزو هاد المره الجلابه بقطعه واحده بالطرز كما كتلاحظوا معايا، جلابه باللون الاصفر داخل فيها طريزه اللي اكثر من رائعه. جهه كتجي طريزه عريضه والجهه المقابله كتجي طريزه خفيفه، كتعطي واحد الجمال للقطعه. وايضا الكمام كيجيو بالطريزات اللي كيكونوا خفافين وصغارين. ايضا قطعه واحده، جلابه بقطعه واحده اللون ازرق رائع مع طريزه اللي جايه في الصدر باللوينات وايضا في الكمام. غادي نبقاو صديقتي في الطرز الرباطي بزواقه مختلفه، زواقه انيقه جات غير في الصدر كما كتلاحظوا، افتحات في الجناب، كريب ديال الحرير كيليق الفصل الصيف خفيف، طريزه انيقه فيها واحد اللوينات لاكثر من رائعين. وغادي ندوزو الموديل اللي مخدوم براندة والطريزة كتجي غير في الكمام كما كتلاحظو، كتجي شيك وخفيفة ورائعة جدا، جد مميزة هاد القطعة.
كما كتلاحظوا تريزا جات في اليدين، وراندا جات خدمه سامبل باللون ديال الجلابه، وغادي ندوزو لهذا الموديل اللي عصري كيجي القميص الكمام ديالو على شكل شوميز بالعقيدات. موديل رائع، اللون ايضا فاتح مميز. كنتمنى صديقتي ان الموديلات ديال اليوم يعجبوكم ويلقاو الاستحسان ديالكم. دائما كنبغي نشارك معكم الجديد الجديد الرائع. الى عجبكم فما تنساونيش من اللايك ديالكم والتعليق ديالكم اللي كنفرح بها بزاف، وكنشكر اي واحد كياخذ من وقته وكيخلي لي تعليق. اما بالنسبه للاخوات الجدد فكنبغي نرحب بكم، كنتمنى ان القناه تكون عجبتكم، كنتمنى ايضا انكم ديروا اطلاله الفيديوهات السابقه، والى عجبتكم القناه يمكن لكم تشتركوا وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل ما هو جديد. غادي نخليكم صديقتي مع هذه القطعه الاخيره اللي جد مميزه ورائعه، جلابه بقطعتين. دمتم بخير، الى فيديو قادم ان شاء الله، الى اللقاء.